بالنسبة لي مباراة خاصة، لأن أنا نفسي أرفع بطولة قارية مع نادي الزمالك. هتبقى أول بطولة ليا، وبالذات لما تبقى مع نادي الزمالك هتبقى بطعم تاني. كان في عدم توفيق، بس إن شاء الله الحمد لله اللي إحنا نزلنا الشوط التاني وقدرنا نأدي الأداء اللي إحنا عايزينه، اللي إحنا قدرنا نستعود على الملعب وعلى الكورة. فالحمد لله، وان شاء الله ان احنا نقدر هنا نكسب مكسب كبير ونفرح بيه ونادي الزمالك. استراتيجية الدفاع في المباراة اللي فاتت ممكن تلعبوا بيها المباراة اللي جاية، خصوصا ان هي كانت عاملة مشاكل في الشوط الاول؟ احنا بنلعب بسيستم دايما هو مش مختلف، كان في عدم توفيق، والحمد لله قدرنا ان احنا نعدل من نفسنا الشوط الثاني. في مهاجم معين مثلا في مرمى البركان عاملين حسابه ان انتوا تمسكوه في المباراة؟ فريق محترم وتيم كلهم محترم، بنلعب عليهم زي ما بنلعب على اي فريق. النتيجه بتاعت الماتش اللي فات طبعا يعني هي تعتبر نتيجه خداعه شويه، كل الناس شايفه ان الماتش بتاع العوده هيبقى سهل. لا طبعا، مفيش ماتش نهائي بيبقى سهل، برده احنا بنلعب قدام فريق قوي برده، وبدل وصل للنهائي فهو اكيد فريق قوي. بس الميزه اللي عندنا ان احنا هنلعب في ملعبنا طبعا وسط جمهورنا، وان شاء الله باذن الله يبقى عندنا الحافز بدل ما نجيب جون نجيب جون واثنين وثلاثه ان شاء الله، وباذن الله ربنا يكرمنا ويبقى النهائي من حليفنا ان شاء الله. بص، هو في الماتشات النهائيه دايما يعني بتعتمد على التفاصيل الصغيره. زي ما حضرتك قال طبعا ان احنا بدانا الماتش هناك بشكل مش كويس، بس احنا عندنا زي ما انا قلت لحضرتك ان احنا عندنا ميزه ان الماتش دوت عندنا في ملعبنا وسط جمهورنا. فاحنا ان شاء الله باذن الله من اول دقيقه هننزل يعني، واحنا عندنا ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان احنا هنقدر نكسب الماتش، ونضغط عليهم من الاول ونكسب المباراه ان شاء الله. طبعا كل اللعيبه مش محتاجه ان انا اديهم لهم نصيحه، كل اللعيبه لعيبه كبيره، وكل اللعيبه عارفه اهميه الماتش بتاع اللي احنا هنلعبه ان شاء الله في يوم الاحد في نهائي الكونفدراليه. ان شاء الله باذن الله نبقى على قلب رجل واحد، وباذن الله نقدر نفرح جمهورنا ونكسب البطوله ان شاء الله. طبعا زي ما حضرتك كنت لسه قايل دلوقتي انها مباراه مهمه طبعا، نهائي الكونفدراليه، دايما احنا عايزين في اي مباراه نهائيه ربنا يكرمنا فيها ونفرح جمهورنا. احنا بقى لنا فتره طويله ما حققناش بطوله قاريه سواء في الشامبيونز ليج او في الكونفدراليه. فكل اللعيبه عارفه اهميه الماتش، وكل اللعيبه عارفه ان الماتش زي دوت ما ينفعش ان هو يبقى فرقه تيجي من المغرب، طبعا مع احترامي ليها وكل حاجه، بس احنا بنلعب في مصر وبنلعب في ملعبنا وسط جمهورنا، ما ينفعش هم يجوا وياخدوا الماتش ويكسبوا وياخدوا البطوله من ارضنا. فكل اللعيبه عارفه اهميه الماتش، وان شاء الله باذن الله نقدر نفرح جمهورنا ان شاء الله. ان احنا شايفين ان جمهورنا في ظهرنا، وان هو باذن الله جاي الماتش دوت وعامل في حسابه باذن الله ان الاحتفال هيبقى في القاهره. ان شاء الله باذن الله نقدر نفرحهم في الاستاد وناخد البطوله كلها مع بعض ان شاء الله. غياب شيكابالا ومصطفى شلبي هل هيأثر على المباراه؟ اكيد طبعا، كابتن شيكابالا وكابتن شلبي طبعا لعيبه كبيره، وطبعا غيابهم هيبقى مؤثر طبعا، بس ان شاء الله باذن الله بقيه اللعيبه تقدر تعمل اللي عليها، وكلنا باذن الله فريق واحد ونقدر نحقق البطوله ان شاء الله. طيب، سبب المشاكل الدفاعيه اللي ظهرت في الشوط الاول في المباراه الذهاب سببها ايه؟ بص، هو مفيش مشاكل دفاعيه ولا حاجه، دي حاجه وجهه نظر فنيه ترجع للمدرب وهو بيتكلم فيها مع اللعيبه. بس انا شايف ان اي ماتش واي لعيب ممكن يبقى فممكن ما يكونش في اليوم بتاعه، بس اهم حاجه ان هو لما ما يكونش في اليوم بتاعه يعرف ازاي يصحح اخطائه، وده الحمد لله اللي احنا عملناه في الشوط الثاني، وربنا كرمنا بان احنا جبنا جون عن طريق سيف الجزيري. فباذن الله الماتش اللي جاي باذن الله نقدر ما يكونش فيه اخطاء ونقدر نكسب الماتش الجاي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول من هنا الشوط الاول في المغرب ان شاء الله، الشوط الثاني يكون عندنا، هيكون معانا جمهور دافع كبير لينا ان شاء الله، هنقدر نحقق البطوله من هنا في مصر ان شاء الله، ونسال الناس اللي موجوده ان شاء الله. زي ما انت قلت، انت استقبلت جولين كور ثابته في اول 20 دقيقه، اكيد ما كانتش احسن حاجه، بس حسيت بتلعب فاينل خسران 2 بره ارضك في اول 20 دقيقه، اللي انت تتماسك وترجع تاني الشوط الثاني، فدي هتحسب لشخصيات اللعيبه، وان شاء الله تظهر اقوى واقوى ان شاء الله على استاد القاهره يوم الاحد ان شاء الله. تقولوا ايه للجمهور اللي ان شاء الله متوقع ان هو يملى استاد القاهره بالساعه القصوى؟ يمكن نادي الزمالك بعد فتره طويله ما لعبش قدام استاد متقفل يعني. لهم اللي احنا اللي في ايدينا اللي احنا نبذل اقصى جهد، اللي احنا ما نخذلهمش يعني، ويرجعوا مبسوطين مع عائلتهم واحنا نحتفل بالبطوله كلنا. فان شاء الله مركزين ان شاء الله، من غير ضغوطات من غير اي حاجه. مباراه درسنا الخصم كويس جدا، وان شاء الله يكون البطوله من نصيبنا ان شاء الله. هل في استفاده من المباراه الاولانيه انت شايف ان انت هتختار المباراه القادمه في القاهره؟ اكيد انت بتدرس الفرقه مع الجهاز الفني ومع اللعيبه، بس لما بتلعبها بيبقى شيء مختلف. اكيد احنا يعني استفدنا من الشوط اللي كان موجود في المغرب،
ونقدر نزود على الحاجات الإيجابية اللي كانت موجودة في الماتش والحاجات السلبية نتفاداها إن شاء الله. الزمالك الشوط الثاني كان أفضل في المغرب وكان قدامه يعني بعد الهدف كان قدامه إن هو يتعادل وكده، يعني إيه سبب إن ده ما ترجمش الهدف ثاني وتتعادل وتبقى مرتاح هنا أكتر في القاهرة؟ زي ما قلت لك هو كان شوط هناك في المغرب أنت حاولت أكتر، يمكن ما صنعناش فرص كتيرة، إن شاء الله مع مجهود اكبر وتركيز اكتر ان شاء الله نقدر نصنع فرص وما يدخلش فينا، فان شاء الله انا شايف البطوله ان شاء الله تكون مناسبنا.